قالت صحيفة لو فيغارو الفرنسية إن حركة حماس تواجه سخطاً اجتماعياً بين سكان قطاع غزة بسبب عدم دفع الرواتب وارتفاع نسب البطالة والإمدادات غير المنتظمة للمياه والكهرباء. وأشارت الصحيفة إلى أن حماس تواجه انتقادات لسوء إدارتها للقطاع، ما جعل حسابا على إنستغرام بنحو 150 ألف مشترك يقول إن سكان القطاع وقفوا لسنوات مكتوفي الأيدي واستمعوا لوعود بالتغيير، لكن احتياجاتهم الأساسية لم تتم تلبيتها، فلم تحل حماس مشكلة الكهرباء ولا الرواتب ولم تساعد الأسر الفقيرة. الصحيفة نفسها وفي تحقيق لها حول القطاع كشفت عن أن البنتاغون أصبح الكبتاغون أصبح منتشرا بشكل واسع في غزة، وأن سكان القطاع باتوا يرون في هذا المخدر طريقا لنسيان معاناتهم اليومية. وأضافت الصحيفة أن الترامادول وهو مادة مخدرة قوية أصبحت تستهلك في غزة كدواء، مشيرة إلى أن العثور على الكبتاغون الذي ينتج بشكل أساسي في سوريا بات أمرا سهلا، وأن أغلب من يتعاطون هذه المادة هم من فئة الشباب. لمناقشة هذا الموضوع معنا من القاهرة دكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. دكتور سمير مساء الخير لحضرتك، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة هذا المساء. لنبدأ بموضوع تقرير لو فيغارو طبعا، ولكن حول إدارة القطاع وإدارة حماس قبل ما نفصل موضوع الكبتاغون. يعني اليوم في شكاوى بحسب لو فيغارو في تململ وفي حديث عن أنه انتظر أهالي قطاع غزة لسنوات أن تقوم حماس بما يجب القيام به من ناحية الخدمات وهذا لم يحصل. إلى أي مدى فعليا نتحدث عن حالة غضب داخلية على الحركة هذه المرة وليس على أي طرف خارجي إسرائيل على رأسه؟ يعني لنأخذ مثالا بانقطاع التيار الكهربائي الذي يعاني الآن منه مواطني قطاع غزة بشكل شديد. حماس عادة ما تلقي باللوم على الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، رغم أنه يدخل قطاع غزة يوميا ما لا يقل بين 100 إلى 150 شاحنة من إسرائيل بالبضائع. السلع التركية موجودة، لا يوجد نقص في أي سلع في قطاع غزة، النقص هو في السيولة النقدية لدى المواطنين. هذه هي المشكلة الأساسية، نتيجة البطالة، عدم توفر فرص العمل، وأيضا نتيجة الأزمات التي تعيشها قطاع غزة. لنلقي نظرة على أزمة الكهرباء الحالية. السلطة الفلسطينية في رام الله هي التي تدفع أعباء وتكلفة الكهرباء في قطاع غزة، بينما حماس تجبي شهريا ما بين 35 مليون إلى 40 مليون شيكل، تصرف منها 5 ملايين فقط على التشغيل والمرتبات للعاملين في شركة الكهرباء، بينما لا يوجد أي أصل للمبلغ المتبقي وهو حوالي 30 مليون دولار شهريا تأخذها حماس ولا توفرها للمواطنين، ولا أحد يعرف أين تذهب هذه الأموال. هذه إحدى المشكلات فقط التي تشير إلى الإطار العام للأزمة الاقتصادية الاجتماعية النفسية التي يعيشها قطاع غزة. أزمة في البطالة عالية، خريجين جامعات ومعاهد عليا لا يعملون، قلة في الموارد المالية في مقابل، وهذه المسألة هي حجر الزاوية. حجر الزاوية هو أن حماس التي لا تستطيع أن توفر حتى الآن، تتعمد سرقة ما الموارد المالية لقطاع غزة. قيادتها الآن موجودة في الخارج، 7 من قياداتها العليا من مكتبها السياسي وعلى رأسهم خالد مشعل، إسماعيل هنية، موسى أبو مرزوق، فتحي حماد وآخرين موجودين في الخارج، هم وأسرهم ولديهم استثمارات هائلة في الخارج، ما بين اسطنبول، ما بين الدوحة، وبين عواصم أخرى، بينما يعاني المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة من شح شديد في الموارد بما فيها انقطاع التيار الكهربائي. هذا المناخ هو الذي يؤدي إلى هروب المواطنين في غزة قطاعات واسعة إلى المخدرات التي أشار إليها تقرير. وصلنا إلى موضوع المخدرات دكتور سمير، ولكن يعني موضوع المخدرات بشكل عام مختلف عن فقط الحديث عن الكبتاغون.
نعلم تماما أين يتم إنتاجه، نعلم تماما خطوط التصدير له، بس كيف وصل إلى غزة؟ يعني المخدر الأساسي في قطاع غزة، أولا ظاهرة تعاطي المخدرات لم تظهر بهذا الشكل الواسع والمنتشر بحدة في قطاع غزة إلا بعد الانقلاب العسكري الذي نفذته حماس في 2007 وهو مستمر حتى الآن. هناك عدة دراسات محدودة لأن حماس لا تسمح بإصدار دراسات معمقة حول ظاهرة الإدمان والظواهر الأخرى كالطلاق وتفشي الجريمة إلى آخره، والتي سوف نشير إليها. لكن فيما يتعلق بظاهرة المخدرات، هناك اتساع شديد في ظاهرة تعاطي المخدرات، وخاصة كان الترامادول هو الذي يتربع على عرش تعاطي المواطنين في قطاع غزة، حتى أنه هذا المخدر الترامادول انتشر، وهذه هي الخطورة الشديدة، في أوساط الصبية والأطفال والأولاد في قطاع غزة، وأصبح منتشرا بشكل مرضي داخل قطاع غزة إلى جانب أنواع أخرى من المخدرات كالحشيش وأنواع أخرى. الآن انتقل المتعاطين إلى الكبتاجون، شأنهم شأن يعني ساحات أخرى وصلها. كيف وصلت؟ ترامادول والمخدرات كانت تصل عبر الأنفاق. هناك طرق عديدة لا يعدمها المهربين، المهربين موجودين سواء يعني عن طريق البحر، عن طريق البر، عن طريق أنفاق أخرى إلى آخره. يصل هذا الكبتاجون مع استمرار الترامادول المنتشر بشكل واسع والمخدرات والحشيش إلى آخره. يجب أن نقول أن قطاع غزة يعاني الآن من مشكلات اجتماعية وصحية ونفسية تحديدا شديدة الخطورة على قطاع غزة. أشير فقط إلى رقم مزعج، 4000 حالة طلاق في العام الماضي، بمعنى أن هناك حالة طلاق كل 10 حالات طلاق إلى 11 حالة طلاق يوميا في قطاع غزة، العنف ضد المرأة، انتشار الجريمة إلى آخره. هذا يشير إلى أنه إما أن حماس متواطئة وهي ساكنة، أو أنها شريك في الترويج لهذه المخدرات. وهناك ما يشير أحاديث شديدة في قطاع غزة تشير إلى أن حماس ضالعة في نشر هذا النوع من المخدرات حتى تلهي المواطنين عن المطالبة بحقوقهم، بينما قياداتهم موجودة في الخارج مع عائلاتها. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا من القاهرة، دكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.